احتفل في مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة باليوم العالمي للشلل الدماغي، والذي أقيم هذا العام تحت عنوان افتحوا الأبواب من أجل دمج شامل لأبنائنا في مجتمعنا. وألقى مدير عام المركز الأب شوقي بطريان بحضور غبطة البطريرك فؤاد طوال وعدد من الآباء الكهنة كلمة أشار فيها إلى دور مركز سيدة السلام في تقديم الخدمة الإنسانية والطبية للأطفال المقيمين، وشارك في إلقاء الكلمات نخبة من الأخصائيين والأطباء وأهالي الأطفال المتعايشين مع الشلل الدماغي. يصادف يوم 26 أول من كل عام، هذا اليوم هو اليوم العالمي للشلل الدماغي، وبهذه المناسبة أراد مركز سيدة السلام أن يؤكد ويركز على هذه الحالة، وخاصة لإثارة الوعي في عقول الناس وخاصة في الأردن. والمهم بهذا الموضوع وجود معنا الكثير اليوم، حوالي 6-7 محاضرين يتكلمون عن هذا الموضوع ويناقشون هذا الموضوع، إضافة إلى التركيز على أهمية الدمج وأهمية التدريب للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، حالة الشلل الدماغي. طبعاً هذا اليوم ارتقى مركز سيدة السلام أن نعمل مؤتمر مختص بالأهالي، والحمد لله قدرنا نجمع أخصائيين وأطباء من الخدمات الطبية الملكية من الجامعة الأردنية من مركز ورود الشمس عشان يساعدوا الأهالي عشان يفهموا أكثر عن الشلل الدماغي. ورح يكون كمان من فعاليات هذا المؤتمر إطلاق قصة أنا اسمي فيصل، هي قصة مميزة رح تكون لأنه بطل القصة هو طفل بتعايش مع الشلل الدماغي، وأيضا راسم القصة هو شاب، هذا الشاب يعاني من إعاقة حركية تقريبا منذ الولادة. فهاي القصة رح تتوزع بشكل مجاني على المدارس خصوصا بالفئة الابتدائية، المرحلة الابتدائية، عشان كمان نزيد الوعي بالشلل الدماغي وأيضا بأهمية دمج الأطفال في المدارس.